أولى مساحتنا الصباحية نرمين هي مساحتنا الطبية. اليوم رح نحكي عن ظاهرة تشوه الجهاز البولي اللي عم تخلق مع الأطفال، أكيد الأعراض، طرق العلاج، وكيف بنتعامل مع هالحالات. كلها هالنصائح كمان رح تكون مع ضيفنا الدكتور محمد عزام، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا بداية نعرف المشاهدين عن تشوهات الجهاز البولي اللي بتصير عند الأطفال. الطفل لما بيولد كثير نحن بنلاحظ أنه الطبيب الأطفال بيفحصه وبيلاحظ إذا في عنده أي تشوه بالجهاز البولي والجهاز التناسلي، بداية لحتى نحمي مستقبلا الكليتين، عمل وظيفة الكليتين، ونحمي مستقبلا ونحافظ على الخصوبة اللي موجودة عند الطفل. فكتير مهم بأنه نفحص الطفل بداية عند الولادة، وأحيانا طبعا بتتم المتابعة حتى خلال مرحلة النمو الجنين خلال الحمل، تمام، من قبل الأخصائي. تمام المتابعة. طيب بما أنه هذا الشيء ممكن يبين مثلا خلال الحمل وهو بيظهر عند الولادة، في دغري اجراء بتعملوه اسعاف؟ تمام، نحن الاجراءات وفق منع الضرر الناتج عن التشوه. يعني الاجراءات والتدخل بيكون نحن دائما لما بيكون في اذيه في حال نحن اهملنا هي الحاله. تمام. فينا نحن نتحدث للمشاهدين معظم التشوهات او اشياعها بنبدا نحن من موضوع الجهاز التناسلي. فطبيب الأطفال أو الطبيب المتابع وقت مرحلة الولادة بيفحص الطفل، بيفحص وجود الخصيتين عنده بمرحلة الولادة. في حال غياب أحد الخصيتين طبعا يفترض يوجه الأهل للمتابعة، لأنه لنتحدث عن هالجزئية. الخصيتين طبعا بتتشكل بجوف البطن بالجهة الخلفية للبطن، وبخلال مرحلة نمو الجنين بتنتقل للصفن لمكان الطبيعي. هلأ لما بتنتقل لمكان الطبيعي بتنمو بشكل طبيعي وبتحافظ على وظيفتها، هل هي وظيفة الإخصاب ووظيفة إنتاج هرمون الذكورة، هل هو مسؤول عن التكوين الذكري خلال مرحلة البلوغ. عدم معالجتها، تفضلت حضرتك قلت يعني نحن امتى بنتداخل، لانه نحن عدم معالجه هي الحاله بتؤدي لاذيه في الخصيتين، بنسميها الخصيه الهاجره. الخصيه الهاجره بتكون الخصيه ضمن هذا المسار، ما انتقلت لسه للنقطه النهائيه او موقعها النهائي اللي هو بالصفن. فممكن تكون بالبطن، ممكن تكون بالقناه الارهابيه. نحن بنتداخل بعد الست شهور، لأنه الجمعية الأمريكية للمسالك البولية بالدراسة وجدت أنه هي الخصية لما ما بتنزل لهذا المكان الطبيعي بعد عمر الست شهور ببلش الأذية بتتشكل، ببلش الأذية بخلاياها، فمستقبلا بيعاني من ضعف بالخصوبة ومن ضعف بآلية عمل الخصية. تمام. ممكن يعني تسبب عقم بمرحلة من المراحل. أحد الأمور اللي الطبيب حتى بيلاحظها هو موضوع فوهة التبول، مكان فوهة التبول. بيعانوا معظم الأطفال وقت الولادة من تشوه اسمه الإحليل السفلي أو الإحليل التحتاني. هي المنطقة بنلاحظ أنه الطفل عم يبول من مكان مفوهة أدنى من المكان الطبيعي. فهون كمان نفترض طبيب الجراحة البولية أو جراحة الأطفال أنه يتداخل لعلاج هي الحالة. طبعا كمان نحن بنتداخل عليها بعمر ست شهور أو أكثر. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي، عم نحكي عن تشوهات عند الأطفال ممكن تقدر أو الطبيب أو الأم تكشفها بالعين المجردة مثل ما بيقولوا، في أعراض معينة، في أمراض معينة بتنكشف عن طريق الأعراض، شو هي؟ كثير مهم نحن يعني للأم لها دور كثير كبير. عادة نحن بيراجعونا متأخرين بالتشخيص، بالأخص عند الطفل الأول بتكون الأم لسه ما عندها خبرة بهذا الأمر بهذا المجال، بس لما يصير عندها ولدين ثلاثة بتلاقي صار عندها خبرة وصارت من حالة. أحيانا تجي تراجع الطبيب وتقول ابني بيعاني من هي الحالة
من هي الظاهرة، ما عنده خصية. أنا لما ببدله الأم بتقول أنا لما ببدله بغير له الغيار، ما بلاقي عنده إلا خصية واحدة أو ما بلاقي عنده خصيتين. فكتير مهم ملاحظة الأم. التبول، حتى التبول بتجي الأم بشكاية بتقول إنه ابني عم يخرج البول من فوقها مكانها ما طبيعي، كمان هي كتير مهمة. ممكن الأم تشخص حتى مرحلة الفتق. الفتق عند الطفل هو تشوه جني، تشوه خلقي. الفتق يختلف طبعا عن الفتق عند الكبار. كتير مهم الأم لما تبدل للطفل، وخاصة لما يكون عم يبكي، تنتبه لأسفل البطن. أحيانا بتلاحظ أنه بتجي الأم لعنا بتقول ابني لما ببدله بيكون عم يبكي بصير في انتفاخ بيظهر بأسفل البطن. هذا كتير ملاحظته مهمة، وكتير حتى تشخيصها بيكون أحيانا لدرجة يعني في دقة كتير عالية عند الأم. فهون نحن منتابع طبعا ومنعالج الفتق. ليش؟ لأنه الفتق عند الطفل المكان اللي هلأ حكينا عنه أنه الخصية بتمشي من البطن بمسارها عبر القناة اسمها القناة الإيرابية للصفن. هي القناة يفترض في مسار اسمه بروسيسس فاجيناليس بنسميه نحن. هذا المسار بينغلق بعد الولادة، احيانا بيكون في تشوه عند بعض الاطفال، فهذا هي القناة بتضل مفتوحة، فبيخرج جزء من الامعاء ضمن هي القناة. فالطفل لما بيبكي بيزيد هذا خروج هذا الجزء من الامعاء، واحيانا بيكون مبيض عند الانثى، طفلة انثى بيكون عندها المبيض حتى عم يخرج. فهون كتير مهم ملاحظة الأم، لأنه هون يفترض من الداخل بشكل سريع ومباشر بالنسبة للطفل والعلاج. عدم التداخل في خطورة بين أنه نكون عم نعمل عملية بسيطة نص ساعة مدتها، يعني في عمل جراحي، العلاج جراحي قولا واحدا. نحن بس بأي عمر ممكن أنه يصير، يعني الطفل الصغير بأي عمر كان؟ هذا السؤال كتير شائع. نحن كتير بيجينا لما بيجي الأهل، المانع أو اللي بيخليهم يترددوا بمراجعة الطبيب هو خوفه من العملية، وخوفه مو من العملية أكثر من خوفه من التخدير. دائما الأهل عندهم هاجس أنه ابننا عمره شهر أو أسبوع أو شهرين، كيف ممكن يتخدر؟ نحن بنخاف عليه من التخدير. لا، نحن منطمن الأهل بأنه موضوع التخدير وصل لمراحل كتير متقدمة. أطباء التخدير قادرين يخدروا الطفل بأي عمر كان، وكتير سلاسة وسلامة آمنة. يعني التخدير جدا آمن للطفل بأي مرحلة وبأي عمر. تمام. طيب دكتور، خلينا نحكي في عادات صحية اليوم. إذا عم نحكي عن طفل صغير، ممكن الأم بتمارسها بتأدي لزيادة هاي التشوهات أو حتى الضرر فيها، ممارسات خاطئة. أهم شيء بالنسبة للأم تلاحظ السلوك يلي ما هو طبيعي عن طفلها. مثلا طفلها بيبكي كتير، بيتألم كتير لما بيبول، لما بيعاني كتير أو لما بيبول. يعني أحيانا بيكون في تضيقات ضمن مجرى البول بيؤدي إنه الطفل لما بيبول بيبول بصعوبة، فبيعاني هون الطفل، وغالبا بتترافق مع انتانات بولية متكررة. يعني أنا بعتب على الأم لما بتلاحظ أنه ابنها عانى من التهاب بولي مرة ومرتين وثلاثة واستمرت بالعلاج الدوائي بدون ما تراجع الأخصائي. تمام، أنه بتعطي الدواء أولا، أحيانا بتزور طبيب بتزور طبيب بزيارة أولى وبتاخد دواء، وصار عندها فكرة أنه هو لما بصير عنده التهابات تقدر تميز بتعطي هذا الدواء، فهي بتتابع معه على الأساس. التكرار الانتانات البولية هو أحد الأعراض المهمة لوجود التشوه البولي في السبيل البولي. يعني أحيانا ما بيظهر عنا أي مشكلة عند الطفل، بيبول بشكل طبيعي ظاهريا وما بيشكي لا من ألم، لكن بيشكي من تكرار التهابات بولية. هون بيكون في أرضية لتشوه في الجهاز البولي تظهر عنا بالتهابات، تكرار الالتهابات البولية. هون يفترض كمان نحن تراجع أخصائي الجراحة البولية حتى يستقصي وين المشكلة ويعالجها.
نعم، بما انه قلت انه الام دائما على احتكاك لازم تكون كثير مراقب دقيق لطفله، قلت يمكن ما تظهر المشكله ظاهريا، يكون في مشاكل ثانيه وراها. طيب شو هي هيك العلامات الاولى، وخاصه اذا كانت ام جديده مثل ما قلنا، والبيبي يعني باول شهر مثلا ببين معه انه في مشكله معينه؟ تمام، ببين. في علامات معينه بتظهر؟ تمام. خاصة التهابات المسالك البولية هي حكينا شائعة شوي. حكينا رح نلخصهم. بتلاحظ عفوا لما بتبدل لما بتبدل الأم لابنها كثير مهم انه تلاحظ تنتبه للمنطقة التناسلية، لأنه الأم هي الأقرب شخص دائما بشكل متكرر للابن. عفوا. نعم. يعني مثل ما بنقول هلا بفصل الشتاء يمكن كمان البرد الزايد بيأثر على هي المشاكل عند الأطفال. البرد الزايد بيزيد من ظهور هي الأعراض. يعني الطفل المتألم شوي لما بيكون في برد بترافق البرد مع التهابات بتزيد من الأعراض عند الطفل، بتظهر بشكل أوضح. تمام، هي المشكلة. يمكن هلا كمان يمكن الأمهات بخافوا إنه يغسلوا لأولادهم فبيحطوا الوايبس، هل هي صحية هي القصة؟ مسحوا لهم بالوايبس المحارم المعطرة؟ هلا أي أنا ما بفضل تستخدم أي مواد كيميائية، ما تستخدم، لأنه جسم الطفل كثير حساس وجلده كثير حساس، وما بحاجة إذا هو سليم وما في التهابات ولا فطور بانه تستخدم هي المواد يعني ابدا. طيب دكتور، خلينا اكثر هيك حسب الشرائح العمريه للاطفال نحكي عن اكثر الامراض اللي هم ممكن ينصابوا فيها. اذا بدنا نقول اكيد الحديثين الولاده غير لما يكون عمرهم مثلا سنه او سنتين، غير لما يكونوا نحن بنبلش بالمراحل الثانيه بمرحله. تمام، نحن قلنا انه المرحله ما لها علاقه بالعمر، احيانا بيتشخص بخلال مرحله النمو ببطن الام مرحلة الجنين، لكن لما وقت الولادة كتير مهم انه يتابعوا يفحص الطفل ويقيموا طبيب اطفال. كتير مهم، لانه هو بيلاحظ بداية على الجهاز التناسلي، وهذا الام بيصير عندها خبرة. احيانا الام بتجي بدون زيارة طبيب اطفال بتقول انه في عنده مثل ما قلنا الاحليل التحتاني او السفلي، الخصية الهاجرة. تمام، احيانا بتكون الخصيتين موجودين وقت الفحص، لكن بعد فترة بتلاحظ انه بعد صار عمره شهر شهرين ثلاثة انه الخصية ماله موجودة. احيانا بيعاني الطفل من خصية نطاطة، يعني مرة بتكون موجودة مرة لا، حتى الام بتيجي بتقلنا انه مرة موجودة مرة. هون التداخل للعلاج بيختلف تماما عن الخصية الهاجرة. الخصية الهاجرة التداخل قلنا بيكون عمر الطفل 6 شهور ل 12 شهر، بينما التداخل وقت الخصية النطاطة بيكون مرحلة البلوغ. يعني في اختلاف بالتداخل فترة الزمنية. أحيانا نحن بيعاني الطفل من تشوهات بالحالبين. الحالبين هن قناتين بينقلوا البول من الكلية للمثانة. أحيانا في تشوه بينقلوهم طبعا بجهة واحدة من الكلية للمثانة. أحيانا بيكون في تشوه بصير البول بيطلع من المثانة للكلية. هلا هذا ما الطفل بداية بيكون عمره شهر شهرين ثلاثة سنة ما بيكون عنده اعراض. بعد فترة بتظهر الاعراض بالتهابات متكررة. فهون نحن مو شرط دائما نتداخل جراحيا، بيكون علاج دوائي. بعد عدة سنوات في حال استمر هذا التشوه او ما لاحظنا فيه تحسن من خلال متابعة نتداخل جراحيا. نعم، بعد العمليات بحال اذا صارت عمليه او عمل جراحي للطفل، شو يمكن هيك الوصايا اللي بتوصيها للاهل؟ وقد ايه بده الطفل، نعرف مناعته بتكون قويه، بده وقت كثير كبير لحتى يشفى؟ في ملاحظه كثير مهمه، نحن بالجراحه ما بنعمل شيء جديد، نحن بنرجع الطفل نلغي موضوع التشوه بنرجعه للنورمال للوضع الطبيعي بحالة الطفل. فهي هي مبدأ الجراحة وأساس الجراحة. يعني لما بيكون في تشوه بالحالب وبنعمل إعادة زرع حالب، بنعمل إعادة زرع حالب لنرجعه للحالة الطبيعية يلي موجودة عند أي طفل. فدائما الجراحة هي آمنة ومتابعتها
كثير سلسه وامنه وما في اي خطوره يعني. دكتور خلينا نحكي عن حاله الاهمال بمتابعه الدواء. من شوي ذكرت حضرتك انه الام ممكن توصف لها دواء تلتزم فيه، بعد فتره رجعت الحاله للطفل ترجع هي لحالها تكرر الدواء. حكينا عن حاله بتكرار الدواء، ففي اهمال اعطاء الدواء كمان اذا تمام ممكن. اعطاء الدواء كثير مهم، وبخاصة بموضوع الصادات، أدوية الالتهاب مثل ما بسموها عنا بشكل شائع. الصادات يمنع أعطائها، كثير في خطورة بموضوع أعطائها، لأنه تكرار أعطاء الصادات بشكل مناعة عند البكتيريا، البكتيريا بتصير مقاومة لهذا الصاد اللي عم تاخده. فالطفل بيجي بعد فترة، هي إمتى بتجي؟ بيجي لما بتصير بتعطي الدواء وما بيتحسن، لأن ما أعطيه الدواء ما هتتحسن الطفل، لأنه مناعة الطفل انخفضت والبكتيريا صار في مقاومة لموضوع العلاج، فبوصل لمرحلة ما بيتحسن الطفل، وقتها بتراجع. هو هذا طبعا مرحلة خاطئة، بالإضافة لأنه الالتهابات المتكررة بتأذي الكليتين بحد ذاتهم، وظيفة الكليتين. أحيانا بيجينا الطفل بيعاني من تدهور بوظيفة الكليتين نتيجة استخدام الصادات بشكل متكرر وخاطئ. يعني كمان يمكن هي تحذير للأمهات مشان ما كتير هيك بدون وصفة طبيب أو بدون طبيب مختص هن يوصفوا لحالهم الأدوية. خبرنا كمان يعني مثل ما قلنا نحن موضوعنا عن تشوه الجهاز البولي، لكن أيضا يعني أنت حضرتك اختصاص جراحة الكلى للأطفال، خبرنا كمان في عم تجي تشوهات بتخص أمراض الكلى أيضا عند الأطفال؟ تشوهات ما بالنسبة للكليتين عند الأطفال، أشيع التشوهات هي إما وجود إكتوبك كدني، يعني كلية بمكانها غير الطبيعي. تمام، الكلية على العكس تماما بتخلق بالحوض وبتهاجر بتصير بالخاصرتين مثل ما معروف. أحيانا بتبقى بمكان غير طبيعي، بنسميها مثلا كلية حوضية. هذا المكان غير الطبيعي بيؤدي احيانا لمشاكل عند الطفل او مشاكل بمرحله البلوغ حتى مراحل متقدمه. احيانا في هاجس، في شيء بيخوف الاهل كثير لما بنقول لهم انه بكليه وحيده ما موجوده كليه ثانيه، اجينيسز يعني ما لا متشكله الا كليه واحده. طبعا بطمن الاهل هون الشخص بيعيش بشكل طبيعي جدا، يعني بكلية وحيدة لكن طبيعي جدا مثله مثل الشخص اللي بكليتين. أحيانا بنلاقي هي حالات نادرات ثلاث كلى عند الأشخاص، أحيانا بيكون زيادة زيادة الخير. كمان هون أمر طبيعي جدا، إلا إذا كان هي غالبا هي الحالات سواء كلية حوضية بمكانها غير الطبيعي أو زيادة كلية مثل ما قلنا أو الكليتين مع بعض متصلين. كمان بيكونوا احيانا الكلتين بتكونوا منفصلين، طبعا بيكونوا متصلين مع بعض. كمان هون حاله من التشوه بتترافق مع انه الطفل بيعاني من التهابات او تشكل حصيات متكرر. يعني بيجينا احيانا شاب او فتاه عندها تشكل للحصيات بشكل متكرر، هي بتعاني من الحصيات بفكر حالها انه هو السبب الحصيات، لا هو بيكون السبب التشوه يلي هو سبب هذا الأذية عندها وتشكيل الحصيات بشكل متكرر، عدم الإفراغ بشكل جيد للبول من الكليتين يؤدي لتشكل حصيات. نعم دكتور. لما نحكي عن تشوه الكلى هون إجباري لتصحيح هذا التشوه بده يكون تدخل جراحي ولا ممكن يكون دوائي؟ تدخل جراحي إما بالتنظير أو جراحة مفتوحة تمام أو علاج دوائي. نحن الخط الأول حسب درجة التشوه، حسب خطورته على الكلية وحسب وقت التشخيص. أحيانا نحن مشخص بمراحل متقدمة ما بنقدر نتداخل دوائيا، بنكون لازم تداخل الجراحي لحتى ننقذ الكلية، يعني بتكون بمرحلة كتير متقدمة. نعم، يعني دكتور يمكن كثير من الأهالي لو بيكون عنده أولادهم مشكلة إن كان بالمسالك البولية تشوهات أو بالكلى، بيقولوا لك ما رح ننطر يعني بالعمر الصغير، مستنى شوي ليكبر. هل انت مع هذا الموضوع؟ لا ابدا. ولا يعني مشان نصحح للاهالي، لانه كثير بشوف اهالي عندهم مشاكل اولادهم بيستنوا شوي سنوات بتزيد المشكله والولد بضاعم يتوجع بيصير في تداخل دوائي لبين ما
هيك يحسوا انه لازم يعمل جراحه. تمام، نحن التوقيت مدروس بدقه من قبل مراكز وابحاث عالميه، يعني نحن لما بنقول انه بدنا نتداخل لنعالج الخصيه الهاجره بهذا العمر فهو العمر الانسب، يعني التاخير هو اذيه للطفل ابدا، ما التوقيت كثير مهم. والتاخير قلنا انا اكثر ما بلاحظ سبب التاخير هو خوف من العمل الجراحي باعتباره طفل صغير وتخدير ومن التخدير، لكن هذا الشيء امن جدا بهي الفتره، صار موضوعه يعني موضوع ثانوي باعتبار صار في تقدم جدا كبير بموضوع التخدير للاطفال. تمام. دكتور خلينا نعطي بشكل عام نصائح اليوم للاهالي للحفاظ على صحه الجهاز البولي اذا بدنا نقول، او الكلى بشكل عام، او محاذير هيك بالنهايه للاهل بما يخص هذا الموضوع. اي خلل بالوظيفه، اي خلل بالتشريح بيؤدي لخلل بالوظيفه، الخلل بالوظيفه بتظهر بالاعراض، يعني الجهاز البولي هو مسؤول عن التبول، فأي خلل بتلاحظه الأم غير طبيعي بموضوع التبول فهي الآلية كلها فيها معناها خلل معين يفترض راجع الطبيب، سواء بنوجع كثير، رائحة كريهة للبول، حرارة عالية على طول متكررة، ألم، انتفاخ أسفل البطن، تلاحظ معلش الأم هي عم تبدد له دائما، تكون عندها دقة بالملاحظة، تنتبه لطفلها تمام، وما تتصرف ويكون في عندها رياكشن او رده فعل وفق خبرات او جارات او حدا، لا دائما تلجا للطبيب لاستشاره الطبيب حتى يكون التصرف صحيح. نعم، نحن نتشكرك لكل المعلومات، يعني حكيت نقطة كثير مهمة انه صار الطب كثير متطور ويمكن في حل لكل المشاكل، دائما الأم تلجأ لطبيب مختص مو لحكي الجدات والأقارب ولا توصف من عندها، هي أهم شيء. شكرا لك دكتور لوجودك. تحياتي، شكرا لكم للمشاهدين، شكرا. دكتور محمد عزام استشاري بجراحة الكلى والمسالك البولية، شكرا كثير لك ولكل المعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها لليوم. يعطيكم العافية. شكرا.